اليوم فقرتنا الأخيرة بتهم كل السيدات وبنضيف عليها كمان الرجال، لأنه صح. كمان اليوم عم نشوف الرجل عم يهتم بشكله الخارجي وبوزنه المثالي. تعددت الأنظمة الغذائية اليوم، كل يوم عم نسمع عن نظام غذائي جديد. مؤخرا أطلق نظام الكيتو الغذائي، لنحكي أكثر عنه، قديش فيه سلبيات وإيجابيات، قديش فعلا هو بيعطي الجسم كل ما يطلب من فيتامينات او اغذيه صحيه اكثر، مع اخصائيه التغذيه ثواب الغبر. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. وصباحك يا رب الهي، اهلا وسهلا. يسعد صباحك الحلو. يعني بالبدايه خلينا نحكي، فيك سمعنا كثير كيتو 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 كيتو، ولكن كل حدا يمكن يشوف على اليوتيوب، يشوف على الفيسبوك اقاويل، وهذا بيقول لك طريقه وهذا بيقول لك طريقه ثانيه، ولكن خلينا نعرف ونت عرف شو هو الكيتو. هلا الكيتو دايت هو انشهر بهالاسم هذا نظرا لمادة عم تطلع من بطبق الانسان، تطلع منه بنسبه عاليه، هي الاحماض الكيتونيه. فالعالم ما له بالتفصيل الكيميائي لهذا النظام، لكن الفكره الاساسيه هو نافس الاتكنز، يعني هلا مثل ما بيقولوا عصر الكيتو. لكن نحن بدنا نيجي نحكي اليوم عن مثل ما قلنا ايجابياته كمان ثغراته. الفكرة الأساسية إنه أطلق هذا النظام إنه بكافح ارتفاع نسبة الأنسولين بالدم، لأنه بيمنع الكربو، بيمنع السكر الأبيض نهائياً، يعني زيرو شوغر، يعني ما في ولا نقطة سكر بالجسم. بيعطش الجسم لمادة سكرية، وقت بتعطش بهالقصة هاي بهالطريقة هاي تظهر بجسم بديل للطاقة السكرية اللي هي أحماض الكيتون. هاي الأحماض الكيتون عندك ياها بتعمل عندك ياها نحت لشيء اسمه المخازن الدهنية بالجسم. فبصير الطاقة اللي بده يستنفذها الإنسان من مخازنه الدهنية القديمة، لأنه ما عاد في وارد سكري للجسم. بس هيدا الشيء ما غلط، هذا شيء صح جدا. يعني ما، لكن مشكلتنا مع هذا الوقود الطاقي اللي هي الآثار اللي هي بتطلع عندي اياها كمنتجات الثانوية لحرق الخلايا الدهنية. فهون ببلش بقى عندنا وقت بيصير الكيتو دايت متجاوز 3 شهور 4 شهور وزيرو شوغر وهالقصص هاي كلياتها، بيكون نضف الجسم من بعض المواد، لكن الجسم فقد انواع اخرى. تعليق البسيط على الكيتو انه هو بيحرم الفواكه، وهذا شيء غلط احيانا. الفواكه وقت بتتحرم على الجسم، حتى سكر الفواكه ما بيحطوا فواكه كتير ابدا، فواكه معينه فقط بيحطوها، لكن الفكره انه بندره جدا عاليه بتبلش الجسم يفقد بعض انواع معينه من الفيتامينز ومن بعض المعادن المينرالز. فالقصه بيفقد شوي اسمه الاصطناع الكولاجيني بالجسم والامور هي، مع انه هو عالي البروتين جدا. واحلى شيء فيه انه كمان بيعطي شويه مرونه شوي بالبشره، يعني بتقولوا كيف انه انا مثل ما بيقولوا سلاح ذو حدين، يعني شلون عم ينقص بعض المواد، وكمان بيعطي فيتامين اي للبشره لانه بيركز كمان على الدهون. الدهون بنسبه عاليه فيه، يعني فيك تاكلي بيض مقلي، فيك تاخذي شيء مقلي، لحوم مقليه مع بقدونس وبصل وهالامور هي، فيك تاخذي زبده، فيك تاخذي مكسرات بكسره، في هالامور هي كلياتها. لكن برجع بقول انه وقت ايقاف هذا البرنامج ويرجع الانسان لنظام حياه نوعا ما معتدل، بيلاقي حاله بشده ارتفاع بعده. هذا فكرته انه كمان بده يكون دراسه عند ايقافه، يعني هي النقطة اللي بدهم ينتبهوا العالم لها، لأنه مش كتير الكيتو دايت هلأ صار اللي بيعرف قالته واللي ما بيعرف قالته عم يفوتوا، عم يفوتوا بالنوادي، عم يحقق نتائج سريعة جدا. وخلق الإنسان عجولة بيحب النتائج السريعة، وأنا بالفعل أنا مع هذا النظام، لكن مع طريقة إنه إيقافه تكون بفهم، وإيقافه لازم يكون مو لمدة، يعني مو لبعد مدة طويلة من استخدامه، يعني كل شهر تدريجيا لازم يعود الجسم حاله إنه وقت بيوقف يشوف نترته قديش، ما تطلع النترة بعده كتير عالية. لأنه أنا مثلا أنا أفرض خسرت دهون بالبطن وإجا هذا الكيتو دايت عندك يا توقف، بعد ما بلاقي إلا خوالف الظهر اجتمعت بشكل طريقة تانية، يعني بترجع الدهون بطريقة ممكن غير المكان اللي أنت خسرانية فيها. فأحيانا بيفقد الجسم تناظريته، أحيانا بيصير تراكمية زيادة من القرنة اللي أنا خسرتها، يعني بيصير الزيادة بعد الكيتو دايت عشوائية. هو الكيتو مترافق مع الصيام متقطع أيضا؟ هلا الصيام المتقطع له آلية والكيتو له آلية. مو في ناس بيجمعون الاثنين، بيجمعون الاثنين، لأنه الصيام المتقطع بيعتمد على أنك أنت، أنا ما حد دخل بوجبتك، لكن أنت عندك 16 ساعة غير المي على جسمك. تماما. فبيصير عندي هبوط، نفس المبدا، النتيجه واحده انه هبوط الانسولين بالجسم بشكل عالي، فبالجسم بده يفتح مخازنه الدهنيه. اما هداك عم يفوت دهون ليدوب دهون،
يعني مثل ما بيقولوا عمينا قاعد دهون بدهون. كيف عندك مثلا طنجره فيها بقايا طعام متيبسه على البناء والهالامور هاي، تنقعيها، عرفت كيف علي، وبتتركيها فتره معينه، بتيجي بتلاقيها لانت معك بالتنظيف. ونفس الشيء بيقول لك الجسم فوتي لي دهن جديد لاعطيك دهن قديم مختزن عندي. فهو هي مبداه. فالدهون الجديده اذا كانت جيده مثل الزيتون وزيت الزيتون والمكسرات، ممكن تروح على الاعصاب، ممكن تروح على الدماغ، ممكن تروح على المفاصل، ما تروح تراكميه في هيك. وهذا لب مبداه للكيتو دايت. طيب خلينا نحكي، يمكن اشرتي لنقطة مهمة، كيف النظام انا فيني اتبعه وشوي شوي يعني اطلع من هيدا ايقاف واطلع منه. لهيك كثير من الناس يمكن بتنتقل على الانترنت والسوشيال ميديا بتتبع هيدا النظام لحاله بدون استشارة اخصائي. لازم متابعته مع اخصائي بحيث يكون الجسم سليم صحيا وما يلاقي الفرق الشاسع بس يقف هيدا النظام في وقفه. فينا اول ما بده يوقف الانسان الكيتو دايت لازم يتبع سياسة اليوم اي يوم لا. يوم بيضل على الكيتو، يوم ببلش الفواكه، يعني اول سكر يدخل للجسم اللي محتاجه جسم سكاكر الفواكه. يعني مثلا يجيب مثلا عندك يا فاكهه مو تكون مثلا غنيه بالسكر، ممكن فورا يفوت على الموز، يفوت على الامور هي، روح على البرتقال، على الامور اليوس، فيه هدول الحمضيات، شوي 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 بالتدريج، ويعمل يوم بفاكهه يوم بلا فاكهه، ويلاحظ اليوم اللي هو عم يعمل فيه الفاكهه قديش ازداد عن الفرق، لانه الجسم بده يكون عطشان هلا لمرحله السكريات. الشيء اللي بيهمني امره النقطه الثانيه، يبلش هو يشوف اذا هو بلش يتدرج بسرعه زياده خرافيه، يرجع يساوي 3 ايام 4 ايام الكيتو دايت. يعني كيف ممكن يزيد وزنه بس يوقفه؟ يعني ممكن نعم ممكن بس يوقفه فورا يلاحظ زياده بالوزن فورا؟ لانه الجسم بده يكون متعطل، اي شيء بتوقفيه بده يعمل عندك يا شوي شوك باختلال التوازن. لكن اذا عرفتي مثل كيف عصايه اللاعب السيرك، اذا وسكه بالنص مالت لهون يعرف يميل للطرف الثاني، مسك الامور بشكلها. لانه قاعده علم الغذاء هو قاعده توازنيه. يعني انا ممكن انا اكون بدي انا قيم تراكميات زايده بجسمي، بدي اصلح اخطاء قديمه، مدى ما تصلحت ما عاد في يمشي الحال اني انا ضل طول حياتي دايتات. يعني الله خالق لي السكر وخالق لي الخبز وخالق لي، انا ضد انه زيرو شوغر، لانه غذاء الدماغ سكر العنب. يعني انا ما هالموضوع كثير انا معه، رغم هيك سالتك انه مش خطر انه عليه ولا بدراسه التغذيه. اكبر هرمون بيرفع نسبه اختزان الدهون بجسم الانسان هو الانسولين. لذلك قامت عليه انه هي وقت بيرتفع الانسولين حتى بتختل المناعه وقت لكن رب العالمين حط لهم منسوبات معينه من توازنيه هذا الهرمون بالجسم. لا انا اطلع عنه ولا انزل حده، جاء عندي تراكميات لازم نزله حتى قيم بعدين قديم. لكن وقت بيصير الانسان متوازن، لا رب العالمين حلل له كل الامور باعتدال. فهي هي القاعده الاساسيه. صحيح، ولكن خلينا نرجع ونحكي عن التحذيرات. اولا باي عمر في الواحد يعمل كيتو؟ ثانيا هي اي اخطر للنساء ولا للرجال؟ وثالثا اذا عاملين ربط معده فيهم يعملوا كيتو؟ هلا شوفي عزيزتي، الكيتو دايت اولا بدي احكي النقطه الجمله هو نظام صحي تماما. بالعكس انا بشجع اليافعين انه يعملوه، احسن من الانظمه هي الخطيره تبع انظمه الصنف الواحد. يعني يعدي طول النهار الواحد على لبن على تفاح، هي اكثر ريجيمات بتهدم كولاجين العضلات وبتنزع هرمونات النمو بالجسم. فانا كمان مشكلتي مع اليافعين انه في عندهم هلا قمه بده يفوت الانسان، بده يتاقلم على هرمونات جديده او هرمونات بنسب معينه زادت تركيزها، بكره الدايتات اللي هي الخاسفه. يعني هذا الامور. الشيء اللي بدي اقول عنه انه تبعات اليافعين انهم يعملوا 3 اسابيع والاسبوع الرابع يريحوا. الناس الرياضيين انا بشجع عليه، لانه اللي بده يبني عضلاته انا بشجع، لانه نظام الكيتو بيخلي ينشف العضله وبيبني عضله جديد. الناس اللي بدها تروح على عمليات المعده لا ما بشجع هذا الموضوع. لا قبل ولا بعد؟ لانه عمليه المعده هي عباره هلا بدك تاخذي شيء اسمه المينرالز بكل كمياته وهالامور هي. الفكرة تبع اللي عامل عملية المعدة سليف أو تحويل المسار والأمور هاي، البايباس والعمليات هاي، شو بتعمل؟ بتعمل خفض للجلوكوجين السكري بشدة بمنطقة الكبد.
فبعد فترة بيصير الإنسان بيحلم بالسكر. يعني إذا بتقولي له لأي إنسان عامل عملية معدة بعد سنة أو سنة ونص بيقول لك أنا مالي جوعان لأي شيء غير المادة السكرية، وهي المادة السكرية اللي بتخليه ينطر بعد فيما بعد فيها. يعني بيقول لك أنا عم نام وعم بحلم بالمادة السكرية، لأنه مو هو لأنه نقص، لأنه خصبا عن راسه فاتت عنده ويا اسمه الهدم الجلوكوجين السكري داخل الكبد عنده. يعني مخازنه بالعربي الفصحى صارت صفر، الفريزر تبعه صارت صفر، فجسمه باللاوعي صار يطلب السكر. فوقت بتيجي بتعملي له كيتو دايت وكمان بتحرمي السكر عليه، بتنزعي شيء اسمه عنده المزاج او العصب او التركيز، خلص بصير كثير معصب، فبيصير عندك الاعصاب تبعه تلفاني حتى تركيزه. مو قصة اني انا ما بقول انه مو صحي له، لكن لا يستطيع مريض او اللي عامل عمليات المعده انه كثير يتاقلم مع الكيتو دايت. لكن انا برجع بقول انه الانسان سبحان الله مثل الماكينه دربيه بتتدرب. صح. يعني فهي الامور هي كلياتها اذا انتبهت انه هو شو مبداه، انا بريح حالي بتوازن بعده، انا بعده وقت عم فكه عم فكه بفهم ولا عم فكه بافراط فظيع، هون بقى بيصير بياخذ ايجابياته اكثر من سلبياته. طيب خلينا نحكي عن انواع نظام الكيتو، في عده انواع لنظام الكيتو، كلياتها صحية فينا نقول؟ يعني هلا انا اللي بقول عندك يا وقت بيجور البروتين والدهون، يعني في كيتو دايت عندك يا دهونه اعلى من بروتينه، في كيتو دايت بروتينه اعلى من الهيت حسب الرياضي وحسب الاجداس. بس القصة في كيتو دايت بفوتوا الأفوغا، بفوتوا كتير اشياء معينة، لكن انا بقول انه اللي اخطر نوع من الكيتو دايت انه لازم ينتبهوا لنسبة السوائل بالجسم. في كيتو دايت ما كتير بيقلك انه السوائل تجي كيف بيقلك مع الوجبة، بيقلك بعدي عنا لبين ما انا الجسم يفاعل الاحماض الكيتونية بعدين ينزل السوائل فيها. الفكرة الأساسية أخطر أنواع اللي عندك الكيتو دايت اللي هو فيه سوائل قليلة، لأنه الأحماض الكيتونية بتحتاج إنها تتصرف عن طريق الكلى، والمنتجات الاستقلابية تبع الكيتو دايت بتروح تتصرف على الكلى. فأنا إذا ما كنت مريحة كلوية ما بيزبط معي هذا البرنامج كتير. الشيء الثاني اللي بدي نبه عليه إنه هو نحنا بنستخدم الأسلوب الماء إنه شرب قد ما بدك مي، هذا شيء خاطئ جدا. لازم الإنسان يشرب حسب كتلته، يعني كل 10 كيلوغرام من كتلة الجسم بدها كاسة مي. تماما وزنه 60 بده 6 أكواب، وزنه 80 بده 8 أكواب، وزنه 100 بده 10 أكواب يوميا. والنقطة الثانية ينتبه انه مو الخمس أكواب يجوا مع فترة الغداء، مو وقت العطش أنا بشرب المي بالكيتو دايت. لازم أنا أفهم انه أحيانا الأشياء اللي فيها صوديوم وأكثر بتخلي هاي المي تختزن بشكل احتباسي. فهذا هي بدنا ننتبه عليها النقطة، فهو حسب نسبة السوائل في الكيتو دايت. وأنا بقول كتير ينتبهوا على هالنقطة هاي انه يكون متوازن البروتين مع مادة الدهنية. قبل ما نختم كمان حابة أسأل سؤال، بالكيتو دايت بيسمحوا أنك تاكلي مثلا إن كان دهون وإن كان بروتين كميات قد ما بدك؟ صح؟ صح. طيب هي أحلى شيء فيه، هي أحلى شيء، ولكن هوني ما بتكبري معدتك. يمكن بيقولوا لازم وقت الواحد يتدرب يعمل دايت لازم تصغر معدتك بكميات قليلة. يعني هي الاستفسار إنه أنا فيني أكل مثلا 7 بيضات مقلية، طيب أنا ما عم كبر معدتي هيك؟ طيب. ولا هلا أنا مع هاي الجملة اللي هي بتخضع الدماغ بشكل وهمي. أوكي. وقت بتقولي له للمريض عندك بجبنة بأي كمية، بيض بأي كمية، ما بيأكل كتير، أما لما عملتي العكس أما بتقلي له مثلا 3 بيضات بيصير بده يطلب 4. فهذا شيء اسمه بيقولوا العامل النفسي تبع الكيتو دايت. نجح فيه هذا الكيتو دايت بشكل كبير مع كلمة بأي كمية. يعني انت شو تفوتي على واحد الدايت عندك يا باللاوعي تفكري انه حرمان من بلا أكل؟ يعني هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني رجيم، يعني انت فايت على شيء اسمه حرمان. فقلتي له بأي كمية بتعملي له ريلاكس كتير للمريض تبعك، يعني بصير ملتزم أكثر. نجاح البرنامج بكلمة بأي كمية. بس سبحان الله، يعني كيف بدي اقول لك اول مره بيفكر انه هيك بس لحاله بيصير بيضبط كميته، مبرمج بيصير ما عاد في شيء ممنوع بمخلوق. بالختام شو بتحبي تضيفي كلمه اخيره لكل اللي عم يتابعونا، خصوصا السيدات اللي حابين يتبعوا هذا النظام؟ هلا شوفي عزيزتي، علم الدايت وعلم زياده الوزن ونقصان الوزن وعلم الرشاقه يوم يوم ومطلب السيدات ومطلب الرجال ومطلب هلا صار عن جديد. الانسان يكون متوازن مع حاله، عمل دايت نزل نص كيلو نزل 3 كيلو نزل هي، يعمل اللي عليه تماما، يكون منطقي واقعي مع حاله. لا هو كده يكون طول حتى لو ما جاب النتيجة اللي هو بترجاها. وقت الإنسان بيكون متقبل ذاته، بيكون عندك واقعي مع حياته اليومية، وقت بيحس حاله عم يكافئ حاله بقطعة شوكولا بسيطة مثلا أو هيك، لكن ما يكون في عنده إفراط.
ما هي الشغلة هي مثل ما بيقولوا عصاه، بس إنه ينتبه إذا ما عم يعرف ينزل وزنه لا يحاول يزيد. يعني كل العالم تيجي بتشكي إنه أنا ما عم بعرف نزل وزني، وزني صعب مثلتك، بقول له طب لا تزيد، لأنه الاستقلاب الزمني هو اللي بيعمل السمنة للإنسان أكثر من ما هو فقط دايتات ولايتات. لكن أنت هلأ زودت الكيلو، هلأ طالعه من جسمك، قبل ما يطلع عليه كيلو ثاني يصير بسمارك بس للكيلو اللي قبله، هذا هو اهم شيء. بهذا الطقس لازم هيك نتحرك انا بتصحى معكم بهذا الطقس، فبننصح وبنتهم الشتويه، ولكن الشتويه والقعده وكل شيء. لا انا كثير بدنا نتشكرك على المعلومات القيمه، واكيد بدنا نرجع نقول ونكرر دائما انه اي حدا بده يتبع نظام غذائي لازم استشاره طبيب مختص او اخصائي تغذيه لحتى ما يعمل جسم فيدباك ويصير بدل وقت بيروح عند أخصائي التغذية يفهم شغلته، لأنه بالفعل أنا مو مع الإنسان يروح ويجي عند الدكاترة. تمام. يعني بيفرق معك مريض عن مريض، واحد بيفهم واحد طالع مثل الببغاني يردد. أنا بحب الإنسان يعي شو عم يتاخد ويسأل عن وصفته. تمام. نشكرك ضيفتنا الجميلة أخصائية التغذية سواب الغبرة على وجودك معنا. شكرا كتير إليك. يا أهلا وسهلا. يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.